السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده جايين نتكلم عن ازاي تنزل خدمات جوجل لموبايلات هواوي او اونر. الفيديو هيبقى بسيط والموضوع سهل جدا، الموضوع بسيط جدا، واحنا هنجرب النهارده على موبايل اللي هو الاونر في 30 برو. الموبايل ده احنا كنا عاملينه انبوكسنج وفيرست امبريشن على القناه، فلو عايز تشوفه هيظهر لك في الاي اللي هي بتظهر هنا ديت. بس فخلينا نتكلم بقى ازاي تنزل خدمات جوجل على اي موبايل من هواوي عموما، مش شرط الموبايل دوت. احنا جربناه برده على الاونر 9 اكس برو، لو حد فيكم ما شافش الفيديو. بس الطريقه اللي احنا جربناها على 9 اكس برو اتقفلت للاسف، فدي الطريقه الجديده. وموضوع بسيط جدا، كل اللي انت هتعمله او كل اللي انت محتاجه محتاج فلاشه واوتو جي بس، ولو موبايلك بيدعم في مكان لكارت ميموري مش تحتاج اصلا الفلاشه. بس للاسف الموبايل دوت ما بيدعمش كارت ميموري، فهتستخدم الفلاشه. فلاشه كل اللي انت هتعمله عليها ان انت هتنزل فايل، اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. هتنزل الفايل دوت وهتبدا تحطه على الفلاشه وتعمل له اكستراكت، والموضوع بسيط جدا جدا، مش هياخد منك دقيقتين بالظبط. بس فخلينا نشوف ازاي بنقدر ان احنا نعمل حاجه زي كده، وازاي ننزل خدمات جوجل على اي موبايل من هواوي او اونر. بعد ما ركبنا الفلاشه كل عليك ان انت هتروح لمدير الملفات. بعد ما تروح لمدير الملفات هتلاقي الفايل اللي انت عجبته من على الفلاشه، تعمل له اكستراكت، هيتحول الفايل اللي هو يعني واحد تحول الفايل اللي هو ميت برو. من ميت برو هتلاقي هواوي دوت زيب، تعمل له اكستراكت عن طريق ان انت هتدوس كده وبعد كده تعمل كده واكستراكت تنزله هنا. اوكي، بس هيجيب لك الباك اب ديت. تروح داخل على السيتنج، ومن السيتنج هتخش على سيستم اند ابديت باك اب اند ريستور، تختار اكسترنال ستورج. ولو انت بتستخدم فلاشه زي ديت فانت محتاج كل اللي انت محتاجه انت تدوس على يو اس بي ستورج. اما بقى لو بتستخدم كارت ميموري فهتختار ميموري كارد. فاحنا بنستخدم فلاشه فهندوس يو اس بي ستورج. هتلاقي باك اب بتاريخ 17 اكتوبر مش عارف ايه، هتدوس عليها. بعد ما تدوس عليها هيجيب لك كده، تختار سيلكت اول لو هي مش معمول عليها مارك. بعد كده تدوس ريستور، هيقول لك دخل الباسورد. الباسورد بتبقى مكتوبه تحت هنا اللي هي ايه، بعد كده 7 0 1 2. بعد كده تدوس اوكي بس، قال لك ريستور كومبليت. تروح خارج بره كده، بعد كده تخرج هنا هتلاقي عندك التو ابلكيشنز دول، تختار منهم الابلكيشن دوت اللي يعمل معاك كده. بعد كده هتخش هنا وهتدوس على العلامه اللي هتظهر لك هنا بس، هيجيب لك ان هم كلهم تمام صح، مفيش مشكله اشتغلوا. تعال بعد كده نخش نرجع لمدير الملفات، وهنخش على الفلاشه تاني ونجيب الميت برو. هنفتح هنلاقي عندنا جوجل فيها 6 ابلكيشنز. الابلكيشنز دول هنبدا نعمل لهم سيت اب واحد واحد، هنبدا نسطبهم نعمل لهم انستول. بعد ما نعمل لهم انستول هتخرج هتلاقي عندك هنا فيهم من الحاجات اللي انت تعملها انستول جوجل بلاي ستور والجوجل بلاي سيرفيس. هتخرج عندك هتلاقي عندك جوجل عادي، بلاي ستور اهو تمام مفيش مشكله. نيجي مثلا ننزل اي حاجه، ننزل مثلا فيسبوك، عايز بقى ماسنجر خد يلا، عايز واتساب خد مفيش مشكله، انا عاوز كمبيوتر خد، ماوس ليزر خد، عايز بقى ماسنجر خد، عايز واتساب خد، كل حاجه شغاله تمام مفيش مشكله، اكنك بتنزل جوجل عادي. طب تعالى نشوف الجيميل، اي ابلكيشن انت بتحتاجه بتنزله، كمان الابديتس بتاعت الابلكيشنز هتلاقيها موجوده عادي، هتعمل ابديت اول مفيش مشكله، كل حاجه تلاقيها تمام. يعني حتى الجيميل دخلنا عليه اهو، كل حاجه تمام شغاله عادي ومفيش اي مشكله. مثلا نشوف الفيسبوك، فيسبوك شغال عادي والابديتس شغاله عادي، كل حاجه شغاله عادي، اكن الموبايل جاي بخدمات جوجل عادي خالص. وزي ما شفتوا الموضوع بسيط جدا، ما خدش مني دقايق، او انا عشان كنت عاملها قبل كده فالموضوع ظاهر بالنسبه لكم ان هو يعني مش واضح قوي، بس انا هكتب لكم الخطوات بالظبط، كل حاجه حصلت هكتبها لكم وهتشوفوها، وموضوع سهل جدا، موضوع بسيط جدا. بس السؤال هنا، هل الموضوع دوت هيتقفل بعد كده، او هل جوجل هيبقى فيه حاجه او اي حاجه؟ انا صراحه ما عنديش اي معلومه اقدر افيدكم بيها، بس لحد دلوقتي انا مجربها كذا مره، جربتها على 9 اكس برو، جربتها على الميت 30 برو، جربتها على الفي 30 برو، الموضوع شغال معايا تمام ويعني مفيش اي مشاكل. بس 9 اكس برو مشيت بيه فتره كويسه، والفي 30 برو هوت معايا بقاله فتره كويسه وشغال بيه عادي مفيش اي مشكله. تقدر تنزل عليه خدمات جوجل بسهوله جدا، الموضوع ما بياخدش منك اي وقت. بس فاتمنى اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت، وبس كده، شكرا ليكم واشوفكم في فيديو. صح، ثانيه، ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتكتبوا كومنت رايكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل شير للفيديو. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.